البريد الممتاز الأول بامتياز. أنتم تتابعون برنامج الملف الأحمر مع سلمان المطيوية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في موعدنا المعتاد على روتانا خليجية الملف الأحمر. انطلقت بهدوء، أشم ريحة هلي في كل مكان، ولكن أفتقد إلى صخبها المعتاد. الخليجية في الرياض، ما الذي حدث؟ 12 سنة ربما من اللي كانت هنا، 15 إلى 22، اختلاف تام في إثارة الخليج هنا في الرياض. أهلا وسهلا مع الزملاء، لدينا الكثير والكثير حول أيضا الأسطورة والنجم الكبير. يغيب نعم، يبتعد عن الملاعب نعم، ولكن الألقاب هي من تراقبه وتلحقه بتتبع تام ليظهر في الصورة من جديد. ماجد عبد الله في جينيس في حفل تكريم مقيمة هنا في الرياض. الأخضر ولوبيز بعد انتهاء الجولة، هل تغيرت وجهات النظر أم أن ما زال الضغط على الأخضر وعلى لوبيز؟ كل هذه الأمور وأكثر أستعرضها في ملفنا لهذا الأسبوع مع الزملاء الأعزاء، لأسعد بصحبتهم وبصحبتكم أيضا. أسعد بصحبة زميلي ناقد ملف الأحمر كالمعتاد الزميل الأستاذ محمد دويش. وبسلام، مساء الخير. مساء النور، هلا والله. في هذا الأسبوع أيضا أسعد بصحبة الزميل الإعلامي المعروف من السلطنة، اللي رحب به ورحب أهل السلطنة كلهم في الرياض، الزميل أحمد الرواس. مساء الخير أحمد. مساء النور، وأحبك ورحب الأستاذ محمد ومشاهدين الملف الأحمر الكرام. أهلا وسهلا. أبدأ ب أينما كنت، نحن معك بالألقاب، بالحب، بالنظرات، بالتقدير، بنجمنا الكبير ماجد عبد الله. أتابع تقرير الزملاء ثم أعود. تقاس علو اليابسة بارتفاعها عن مستوى سطح البحر، وتقاس ارتقاءات هذا الأسطورة بارتفاعها عن مستوى اليابسة، وتقاس الارتقاءات بعده باقترابها فقط من مستوى ارتقاء ماجد عبد الله. أروني المرتفعات الشاهقة والمسافات الأبعد، أروني الزوايا الأقصى والعيون التي تنظر من الأسفل، لا حول لها ولا قوة سوى حلول النظر وقوة الإعجاب. أروني كل هذا حتى أريكم كيف يرتقي هذا الماجد فوقه. هذا الارتقاء الذي رآه الخليجيون من أماكنهم يخبرهم عن الهدف قبل أن تصل الكرة للشباك. يراهن السعوديون وقتها عن أي زاوية ستضرب وأي جزء من الشباك سيهتز، حتى أصبح هذا النجم الأسمر مقياسا رسميا للارتفاع على مستوى كرة القدم السعودية والخليجية والعربية والآسيوية. اليوم يكرم ماجد على مستوى الخليج بانفراده في التسجيل لخمسة أهداف في مباراة واحدة، جائزة جينيس للأرقام القياسية، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. تتمتم الأفواه بعدها وقلوبها تؤمن بتلك التمتمة أنه أمام المرمى. أعظم صروح المجد بالمجد ماجد اعتلى على كل الصروح المجيدة، تمتمت فصرخت: إن لم يكن ماجد فمن سيكون؟ لبرنامج الملف الأحمر، إبراهيم المدهش. مهم.
شكرا للزملاء. تقرير عن الكابتن والجوهرة العرب ماجد عبد الله، وعن الخليج وجنس ولغة الأرقام هي أيضا في محتواها عن الخليج. أسعد بصحبتكم وبصحبة الزملاء مرة أخرى، زميلي محمد دويش والزميل أيضا العزيز أحمد رواس، أسعد بصحبتكم من جديد. حتى والأرقام تتحدث خليجيا، وهذه المرة في جنس عن الخليج اللي أنت ضدها بسام، بس بعدها بندخل بالموضوع. أرقام الخليج أحمد هذه كلها تتبلور وتدخل من خلال ماجد عبد الله من خلال دورة الخليج في جنس. هذه رسالة اللي ضد دورة الخليج أحمد. والله ما بدينا ضد، لكن بالنسبة للكابتن ماجد والأسطورة ماجد، أعتقد قبل ما يكرم ماجد قد كرم ماجد الشباك، لذلك الشباك الآن بدأ بتكريم ماجد. حقيقة ماجد يعني من متى أنا أشوف ماجد أول مرة شاهدنا عبر شاشات التلفزيون، لكن أول مرة شاهد ماجد في الطبيعة، في هناك اختلاف بين مشاهدة على الشاشات وعلى الطبيعة. شاهدته 95 يعني خلاص في فترة يعني ماجد بيعتزل، يعني حاجة مذهلة. لعب معنا ظفار للعلم، الاثنين اللي كانوا بيلعبوا في العمق قلنا من جاهزي من أسرع لاعبي انطلقته، حاجة ذكرت السهم الملتهب اللي لقببه، قلت والله اللي أطلق هذا أطلق صح، لأن نسمع اللقب لكن ما نعرف. يوم شفته في الملعب مع اثنين يعني من أسرع لاعبين في تاريخ النادي، يعني لما انطلق ما لحقوه ماجد، فذكرت أن اللقب هذا اللقب من لقبه يعني في نهاية ماجد، وكيف سجل هدف ماجد يعني حاجة ممكن تعيد في كرة القدم، مثل ما ذا شبهنا مارادونا وشبهنا بيلي، هذا ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم موهبة بالفترة، يعني ماجد ارتقى لما تشوف على الطبيعة تختلف. أنا تفاجأت في نهايته، كنا نتمنى أن نشاهد ماجد على الطبيعة، لذلك مشاهدة في العين تختلف عن شاشات والشاشات. كيف اختلف عن الطبيعة؟ أول سرعة العين تختلف أسرع مهما كان، نطق العين ممكن للحظة تختلف عن لحظة السرعة. لا نشوف على تطور العلم كل بعد فترة بيعطوا سرعة لتصوير الكاميرا الالتقاء. زمان يعني ممكن تشوف سرعتها أقل، يعني لو نقارن في عصر ماجد السبعينات الثمانينات لما بيلعب سرعتها الآن وين السرعة كم التقاط الكاميرا، فعين البشرية ما ممكن يوصلوها. يعني شفتوا على الطبيعة في الملعب. أيوة في الطبيعة السرعة، مثلا دحين لو بدك أنت تشوف عداي مال سباق 100 متر على التلفزيون، لكن شوفوا على الطبيعة تنذهل في السرعة الخارقة، لأن العين تختلف كاميرا مهما تطور العلم، فاللي موجود الله سبحانه وتعالى سخره في كيان الإنسان يختلف قوته. أنا راح بالي أنك شفته لما شفته أول مرة على الطبيعة كماجد كشخص كلعب في الملعب. أنا سمعنا اللقب ذكرت ذيك الساعة بعد الهدف ماله ذكرت اسم السهم الملتهب، يعني اللي حط هذا اللقب مفروض يكرم بعد، ليش؟ لأنه حط لقب يتعادل مع ماجد، معناها أنه انطلقته سريعة جدا. يعني بيعطيك هذا المعادل أنه لقب بعض الأحيان يتحامل الوزن. أغنية لعبد الكريم عبد القادر السهم الملتهب، سهم السعودي الملتهب. أيوة، لكن قصدي توازن بعض الأحيان لقبك مع توازن مع الاسم، بعض الأحيان ممكن لقب اسم قد يكون اللقب أقوى من الاسم، بس هذا توازن في مجرى اللعب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالصدفة ويمكن صدفة جميلة، بدايتي كصحفي قريبة من بداية ماجد عبد الله، يعني هو بدأ 77 أنا بديت 81، بيننا تقريبا 4 سنوات على باله هو يعني بدأ ينضج ويشتهر، كنت أنا في بداية الصحفية. أحس أني ظلمت ماجد عبد الله لأنه أنا كتبت عنه مقالات كثيرة، وحتى كتبت عنه كتاب اسمه السحابة 9، خلطت في بين المعلومة والإنشاء، يعني مقالاتي معظمها كانت إنشائية. ليش أنا ظلمته؟ لأنه لو استدركته من أمري ما استدبرت لسجلت تاريخ ماجد عبد الله أول بأول. يعني لما تطلع أنت مع نجم مثل ماجد عبد الله وهو نجم المفضل وصديقي في نفس الوقت، كان يفترض أني أنا يكون عندي الآن كتاب بتاريخ ماجد عبد الله، أني يعني مسجل أول بأول إيش اللي قاعد يسويه ماجد عبد الله، رصد تاريخي. أنا نادم أشد الندم ما فعلت كذا، وحس أني ظلمت النجم، يعني على كثر ما كتبت عنه، على كثر ما تغزلت في فنه وإبداعه وأخلاقه ونجوميته، أحس أني مقصر تجاهه لأني ما قمت بهذه الخطوة. طربتني يا أبو سليمان، أنت تتحدث وأنا طربان يعني تعليقي على اللي حصل الآن أختصره بسطر. هو بالصدفة أثناء الحفل انقطع الكهرباء عن الحارة، عن الحي اللي فيه الفندق كله، بالتالي انقطع البث. لازم ننوه عن هذه صراحة. انقطع الكهرباء، انقطع عن تتويجك يا ماجد، ولكن النور عمره ما ينقطع عن تاريخك. الله.
هذه انا اطرب ابو سليمان يتحدث عن ماجد عبد الله، وان كان مسمى ماجد عبد الله كلاعب يطربني، ولكن طربت في حديث ابو سليمان ايضا في هذا الامر. هذه معلومه يعني كان لازم تنقل، لان انا حتى في تويتر واجهتها كثير، تساءل من الجمهور العزيز انه ليش انقطع البث اثناء تكريم او لحظه تكريم الكابتن ماجد عبد الله. وهذه معلومه اشكر ابو سليمان اللي ذكرها وذكرني فيها ايضا، انه انقطاع الكهرباء كان في فندق الريتز كارلتون في المنطقه كلها أثر أكيد، انقطع كهرباء انقطع كل شيء يطفى، يعني حتى كاميرات تطفى، يعني حتى لا يبعد أو لا يأخذ موضوع أكبر من أو ترمى الاتهامات حتى على القناة الناقلة للحفلة، أعتقد كانت القناة الرياضية السعودية للإيضاح وجب هذا الأمر. ولكن أعيد وأكرر جملة، لا والله ما أقدر أكررها، كيف أبو سليمان؟ انقطع الكهرباء ولكن انقطع الكهرباء عن تتويجه، بس النور عمره ما ينقطع عن تاريخه. يا عيني أنا حتى الكنترول يقول يا عيني. كلام جميل. أنا كثير من ضمن أنا كثير كتب عن ماجد، كتبت الكلمات لكن ماجد حركها لهذا الفترة الزمنية. شوف من متى كتب عن ماجد، من السبعينات وبقت الكلمات، بس مشاعرها وحركتها حتى اليوم لهذا، لذا كل المستقبل القادم. هذه رسالة ماجد. رسالة أيضا جميلة يعني قدمها الكابتن ماجد. شوف يعني رسالة من عملاق مثل ماجد عبد الله للاعبين لهاليوم لكل وضع، إنه إذا أنت خدمت معشوقتك، إذا أنت عطيت بحب في الملعب، عطيت بحب لكرة القدم، أكيد كرة القدم لن تنساك، جماهير كرة القدم لن تنساك أيضا. أبو مشعل أنا بقول كلمة بس، وعن معايشة وعن قرب، أنا ما شفت لاعب أو نجم زاهد بالأضواء مثل ماجد عبد الله، ومن صغره يعني من بداياته. يعني أول مرة أنا التقيت فيه كصحفي كانت مع المنتخب، كانت مباراة الصين والسعودية في كوالالمبور اللي هي تصفيات كأس العالم 82. لما دخلت مكان الحفل، مدرب الصين كان يسأل عن ماجد، يبغى يشوف ماجد. فأنا رحت، طبعا أنا فرحان إنه واحد يسأل عن ماجد عبد الله. فرحت لماجد ولقيته في مكان آخر، كان مع سالم مروان الله يشفيه وكذا، وكان ما يعرفني، ما يدري من أنا ذيك الأيام. فقلت له، سلمت عليه وقلت له ترى مدرب الصين يبحث عنك. قال خليه يبحث عني، شبه هذه المباراة. لو واحد ثاني كان راح له وسلم عليه وصور معه، انك تصور مع مدرب منتخب الصين وكذا، فأنا استغربت. بعد ما عشت مع ماجد وعرفته، عرفت انه آخر شيء يبحث عنه هو الضوء. وفعلا اللي قال ان الضوء يطارده وهو ما يطارد الضوء، هذا صحيح، وهذا انا اشهد فيه صراحة. انا بعلق على هالموضوع، لكن ربما هذه الحالة تذكرنا، ما هي المباراة مع الصين اللي كان مدربنا مانيلي اعتقد اللي غير الارقام، مانيلي الا المباراة تغير بين عبد ربه وماجد، بين عبد ربه وماجد خلى كل رقم راقبوا الصينيين عبد ربه تركوا ماجد وسجل الجول. هذه اذكر كان فيها يعني خبر، بس لما سجل الهدف عرفوا شفتك شفوا اللعبه. بس يعني زي ما قال ابو شاب انطلاقه ماجد في الهدف، يعني السهم الملتهى، فعرفوا الصينيين نضحك عليهم. بس على الأقل بعد ما سجلنا هدف، رغم أن خسرنا هذه المباراة، لكن بعد ما سجلنا هدف تقدمنا فيها. عموما حديثك عن بعد ماجد عن الأضواء وعن كذا، هي الأضواء في الأخير، يعني سبحان الله مثل الدنيا، إذا أنت تركت الدنيا هي ما أنت يعني تبحث عنك، إنما أنت إذا جريت خلف الدنيا صحيح. يعني هذه أعتقد يعني مو أعتقد الصف، هذه أيضا من تعليم ديننا الحنيف، يعني أنا أصورها في هذا المشهد تحديدا. يعني خليني أرجع في تاريخ ماجد وأربطه بدورات الخليج قبل ما أدخل في موضوعنا منتخب الخليج. كابتن أحمد أو شهاب، ماجد عبد الله أيضا، ويعني أعتقد في لقاءات أيضا عملوها الشباب في التغطية. خليني أخذ اللقاء بعدين أرجع على ماجد ودورات الخليج. كاميرا الملف الأحمر تواجدت في الحدث ورصدت حديث للنجم ماجد عبد الله. طبعا أول شيء الحمد لله على كل شيء، الحمد لله أيضا أن الواحد دخل هالمجال وخرج منه بانطباع طيب لا بأس فيه. يعني فالشهادة مع أنها من 79 يعني لها سنين طويلة، لكن الشيء المهم أنه الجميع يعرفه أنه اللاعب يبذل جهده، ومتى ما بطل كورة حيجي الإرث اللي هو سابه،
هي اللي تتكلم، لانه حاجه ما هي احد اعطاني اياها او حاجه لمعتني، لا، هذا جهدك اللي انت بذلته هنا يبان. فالاغلب الجوائز اللي انا حققتها هي ترى من بعد الاعتزال. من اللي يتكلم عن بطولة الخليج يقول انها فنية ضعيفة، او اللي يقول انتهت او لابد انها تنتهي، هذا مجرد حكي ومجرد يعني حضور، يبغى يكون متواجد. بطولة الخليج مهمة جدا، الانخفاض أداها وارتفاع أداها هذا شيء طبيعي، انه حيكون في متغيرات في اللعيبة في المدربين في هذه كلها. احنا مشكلتنا في دورة الخليج عدم الاستقرار. بطولة الخليج هي مو بكأس احنا بنروح السوبر ماركت نشتريه وناخذه ونجيبه، لا، البطولة الخليج او اي بطولة اخرى تحتاج للاستقرار، الاستقرار الفني، الاستقرار الاداري. احنا لو جينا مثلا للسنوات هذه نشوف كم المدربين اللي جو اللي تعاقبوا على منتخبنا تجدهم كثير. فلو تجد المنتخبات الأخرى تحصل مثلا المدربين لهم سنين مع منتخبات بلادهم، سواء أنا أخذت كاس أو ما أخذت كاس لا يعني أني أنا مدرب سيء. فالاستقرار الفني هذا مطلوب، الاستقرار أيضا اللعيبة، كل ما تغير المدرب تغير اللعيبة، فهذا أيضا شيء مزعج. لما يكون عندك مجموعة متجانسة هنا ممكن تحقق بطولة. شوف أنا لو تكلمت قلت المنتخب السعودي هذا شيء طبيعي، يعني لأنه يملك لاعبين جيدين، والمباراة تقام هنا مع الجمهور، مع هذا عنده جميع القوام اللي تستطيع أنه يحقق هذه البطولة. لكن عندك أيضا الفريق العراقي، فنعرف دائما في دورة الخليج يكون مقاتل داخل الملعب. المنتخب الكويتي يعني ما نقدر نستطيع أنه المنتخبات الأخرى أيضا القطري أو الإماراتي، فجميعهم عندهم الاستحقاق أنهم ممكن يأخذوا البطولة. شكرا للزملاء، هذا حديث الكابتن ماجد عبد الله أسطورة وطن في حديث بعد التتويج، ورسائل أكثر من رائعة لمن يريد أن يستفيد منها. يعني أعيد وأكرر ما ذكر الكابتن ماجد أنه كل هالتتويج أو كل هالجوائز جتها بعد ما اعتزل، يعني بعد ما ابتعد عن الكرة، لكن الكرة حفظت له أداءه، حفظت له عشقه، حفظت له قتاليته. فأنت كلاعب كنجم عندما نتحدث وقلبنا عليك ونقول لك قدم، انت الان بعد في وضع يمكن افضل، يعني انت الان يعني رزقك في كرة القدم باب رزق لك واختلف الوضع تماما. فنحن لما نقول لك والله قلبنا عليك، نقول لك والله قدم اللي تقدر عليه، يعني قاتل من اجل كرة القدم لانها في صالحك، مو بس رزقك الان ايضا تكيم لك وتاريخ يشهد لك انك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء. والله يعور قلبنا احنا نحكي عنكم، لكن شكوى على الله. حتى بعد ما يعتزل يظل، لأنه بمشعل إذا انحسرت عنك الأضواء في الغالب الناس تنساك تتركك، إلا إذا كنت مقدم شيء زي مثل ماجد، مقدم مو في الملعب فقط، مقدم في تعاملك مع الناس، مع الإعلام، مع المنافسين إلى آخره. يعني هذا اللي يبقى. وعندنا أسماء كثيرة ترى، مو ماجد بس، يعني عندنا لاعبين إلى الآن الناس تذكرهم. صحيح صحيح، إنما الحديث الآن عن ماجد وعن تكريم ماجد. وماجد أعتقد أيضا خير مثال، يعني عندما نتحدث نقول هذا مثال، خير مثال نتحدث عن ماجد. ولاحظ أنه هو بعيد، يعني ما هو بصاحب منصب، ولا يعني لما تكون مدرب أو مدير أو كذا متواجد في شيء طبيعي أنك تكون في الإعلام، لكن أنك تكون بعيد ولازلت في الإعلام ولازل الضوء يلاحقك، إذا أنت مقدم شيء وهذه نتيجته. هو يتحدث الآن تتويج له في عام 79 في بطولة خليج عام 79، يعني شوف يعني الوقت كيف. ماجد احد باكورات او احد الاسماء الجميله في كره القدم الخليجيه، ما دام نتكلم عن الطارق الخليجي الان واللي قدمتها دورات الخليج. اولا اصلا لغه الارقام ماجد هي اللي وصلته، اول ثاني حاجه رمزيته كان الصوره في الكره السعوديه من نادي صاحب شعبيه وجماهير نادي النصر، وصل حتى المرحله من رموز الكره العربيه. لذلك لغه الارقام اللي حطها ماجد هي اللي بقته رمز وبيظل ان شاء الله حتى المستقبل، لانه لغه ما لا يمكن تبعد، يمكن لغة الأحرف تتحرك بعض الأحيان تزحزح مكانها، بس لغة الأرقام هي ثوابت.
لإنجازات معينة. وأعتقد ما وصل للرمزية سيبقى ثابت في عالم مستديرة. هو كذلك على مستوى الخليج، على مستوى العرب، وعلى مستوى القارة الآسيوية أيضا أحد الأسماء اللامعة وأحد الأسماء الكبيرة اللي تستحق، والله تستحق منا كل وفاء. يعني عشان ما يقولوا أهل كرة القدم ما عندهم وفاء، لا والله عندنا الوفاء وكلنا نحب. لا عشان نقول لك اللي قدم اليوم رح يلقاه في الغد بإذن الله تعالى. واللي تحدثنا عنه عن ماجد، وماجد اللي ذكره في التقرير أنه عن هذا التكريم مو عن اليوم ولا عن أمس، عن عام 79 دورة خليج، يعني عن 5 أهداف سجلها في مباراة واحدة، والأرقام تلاحق هذا النجم وستلاحق هذا النجم لأنه يستاهل، واللي يستاهل مغريبة عليه. لدي المزيد والمزيد، أطلع مع الزملاء في فاصل ثم أعود من جديد عن أيضا الخليج في الرياض. مساء الخير يا شباب، وينكم بعد الفاصل؟ أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الثاني من البرنامج، ورحب بكم ورحب بالزميلين الزميل محمد دويش والزميل أحمد الرواس. مساء الخير من جديد، أعود معكم في أجواء دورة الخليج، خليج 22، بعدما انتهت الجولة الأولى البارحة بالكثير من سمها ما شئت، الأخطاء التحكيمية، قتل المتعة والإثارة من النواحي الفنية وقفل الملعب، قلة الأهداف، فوز واحد في 4 مباريات لأول مرة يمكن تحدث في دورة خليج مع انتهاء الجولة الأولى. أتابع تقرير الزملاء ثم أعود في أوراق أنثرها على هذه الطاولة للحديث أكثر حول هذا الموضوع. وعادت نغمة خليجنا واحد تصدح في أذان المتيمين العاشقين لبطولتها، وكأنها باتت تحرك وجدانهم أكثر من حركة الكرة داخل المستطيل. نسخة جديدة من بطولة عاشت السنين وهي تحرك أي مياه خليجية راكدة، تتلاقى الأمواج فيها لتصنع جنون الضربات المتلاحقة وتسرق العيون نحو جنون خليجي في عالم المجنونة. إلا أن هذه البطولة هي من سكنت الأمواج وسكنت الركود لتعطينا بعض الإثبات أن البطولة إعلام يتسلح بكرة. هل انكشفت الإثارة فعلا بعد أن غاب دوي التصريح؟ هل امتص النهائي الآسيوي كل رحيق الإعلام وتفاعل الجماهير فأصبحت الصورة شكلا بلا مضمون معتاد؟ اليوم من جديد تظهر مطالبات إلغاء هذه البطولة كونها ترهق بدنيا ونفسيا ولا تحمل رتبة رسمية. هل يعد هذا نكرانا لجميل تاريخي قدمته هذه البطولة؟ دعونا نضيق الدائرة قليلا نحو اهتمامنا الأكبر وعنواننا في كل بطولة، صقورنا الهادئة. سؤال صريح لو سمحتم، هل عبث لوبيز فعلا بالأخضر حتى ظهر لنا بهذا الشكل المخجل؟ درة لم تنل حقها من الحضور السعودي، ومنتخب لم يظهر بما يليق بالأخضر، كيف نرى مدى القناعة التي يكنها الجمهور لمنتخبه؟ وإلى أي مدى سيصل هذا المنتخب في بطولته؟ بين الهدوء الساكن في شطآن الخليج وفقر المستويات التي لا تستفز الإعجاب، ما هي البطولة التي نلعبها حاليا؟ لبرنامج الملف الأحمر، إبراهيم المديش. شكرا للزملاء. تقرير الحلقة ودورة الخليج مع انتهاء المرحلة الأولى. الكثير تسأل عن دورة الخليج، الكثير تسأل عن إثارة دورة الخليج، ربما وصفها البعض بأنها هي لقبت حتى ببطولة شيوخ وبطولة في مناسبات سابقة وبإثارة خارج الملعب وحديث وما إلى ذلك الأمور. ولكن الحقيقة هنا أن عندما لا يحدث أي إثارة خارجية من قبل التصاريح النارية اللي تعودنا عليها، كأنها أصبحت صيغة من إثارة دورة الخليج. إذا ما فيها تصاريح تصبح هادية دورة الخليج. إلى الآن ما في شيء، لن تغير الوضع. هي ارتبطت بالإثارة وبالتصاريح المثيرة.
مثل ما ذكرت زمان كانت لقبة كاريزما خاصة لشيوخ معينين واللي كان الأضواء كلها مسلطة عليهم. أعتقد في الوقت الحالي يمكن قد يكون الإعلاميين أطرف أكثر في تصريحاتهم في البرامج، مشاهد أكثر ويا تصريحات، يعني بعدنا شوي عن ملعب نجومية، حتى النجومية اللي أول أقوى. فذلك أنا أشوف هذا التنافس الأخير البطولات الأخيرة صارت يعني الصخم والبرامج الإعلامية أكثر. مثل ما ذكرنا صح زمان كان في ملتقى الشيوخ لأنه يمتلك كاريزما معينة هي اللي وصلت في التصريح، حتى اللاعبين اللي المواهب تختلف عن الله، فذلك هي اللي أعطى الضوء. أنا أشوف في هذه الفترة الأخيرة أصبح الإعلاميين أكثر تنافسا والبرامج أكثر تنافسا من تصريحات الشيوخ أو داخل الملعب النجومية. أخذت الأضواء أكثر. نعم هذا نعم. التنافس بين القنوات، التنافس اللي بين القنوات هو اللي أعطى الزخم القوي المشاهدة والمتابعة والنجومية للإعلاميين أكثر من كاريزما اللي أول كان الشيوخ. حتى الشيوخ اللي أول كان لهم كاريزما خاصة، لذلك لا يمكن تعوض كل شخص لأنه كل شخص يختلف عن الشخص الآخر. اختلف الزمان وها؟ الزمان والمكان والكاريزما الخاصة للشخص يعني اللي الله يوهب إياه. طبعا ومشعل يمكن الكثير مشاهدين يعني يعرفون أن محمد الدويس ضد بطولة الخليج. ضد بطولة الخليج. أنا من ضد استمرار بطولة الخليج. أنا من أشد المعارضين لاستمرار بطولة الخليج، وأنا هنا أتكلم كسعودي على فكرة. السبب طبعا في أسباب كثيرة خارج، لكن أهم سبب عندي أنه أنا عندي منتج اسمه الدوري السعودي. أنا أعتقد أنه هذا المنتج لو استثمر بشكل صحيح لا دخل على البلد ملايين الريالات، ولا صنع فرص عمل لشباب وشابات البلد، ولكنه للأسف الشديد لم يستثمر كما ينبغي حتى الآن. أمل أنه هذا يحدث مستقبلا لما يكون عندي هالمنتج دوري محترفين بهذا الشكل، واجي أوقف هذا الدوري من أجل بطولة مثل بطولة الخليج. أنا أقول لا، وسأظل أقول لا. إذا ولا بد هذه البطولة الظاهرة الصوتية زي ما قال أبو شهاب الآن، الإعلام صار هو نجم البطولة وليس أي شيء، لا اللاعب ولا المدرب ولا الإعلام، فأنا أعتبرها ظاهر، أصبحت ظاهرة صوتية. إذا هالظاهرة الصوتية ما تترحل إلى ما بعد الموسم، أنا كسعودي سأظل ضده. ربما أنا ما راح أسمح لأي بطولة غير آسيوية أو عالمية إنها توقف أو تؤثر أو تشوه هذا المنتج اللي أنا أملكه. طيب إذا كدولة إذا بروح معاك أنا في نفس هذا السياق أو في السبب اللي أنت هذا طبعا هذا من ضمن هذا على رأسه دليل الآن. أنا لا أنا بأخذها يعني في أسباب قد تكون عامة وعلى رأسها اللي قالوا بالشاب أنها أفرقت الآن، ما هي بس تنافس برامج تنافس إعلامي، لكن هذه ممكن نجي لها. لكن السبب الأول وعلى فكرة يعني أنا الآن سمعت ماجد وسمعت قبل كذا زملاء وإن الناس اللي تعارض تبغى شهرة، لا يا جماعة لا تسطحوا رأينا رجاء، اسمعونا كويس. يعني احنا قاعدين نطرح رأي اعتقد انه رأي يجب ان يسمع. انا كسعودي اطرح هذا الرأي كسعودي محافظة على الدوري السعودي. طيب هو يقام في فيفا دي يعني، فهذا ممكن يخليك او ضد الذريعة اللي انت بتسك فيها. لا الان الان يعني انت الان كم مرة يتوقف الدوري السعودي؟ يعني يمكن هذه اول شيء، مع احترامي لاي دوري في المنطقة ما هو في مستوى الدوري السعودي كويس. اثنين انت تتكلم عن كذا توقف، فما تجي بطولة مثل هذه تحطها. انا اقول لك الان شيء مش احتمال، او الفيفا لمح الى انه بطولة قطر بطولة كاس العالم ممكن تقام في الشتاء. سوت اوروبا، اوروبا قالت البلتر اذا تحطها بالشتاء من الان احنا منسحبين، لا يمكن اوقف بطولاتي من اجل كاس العالم. لاحظ ما تحط كاس العالم اثناء بطولاتي، هكذا قالت اوروبا. انا من حقي كسعودي اقول هالكلام، اللي يزعل يزعل اللي يرضى يرضى. الحاجة الثانية انا صراحة اتكلم عن كورة، ترى ما علي من خليجنا واحد وهالشعارات وحنا مجتمع واحد، هذه كلها ما توكل عيش. انا اتكلم عن كورة، ما اتكلم لا عن ناحية تاريخية ولا جسمة. وعلى فكرة ترى خليجنا واحد هذه أغنية في مجلس التعاون، وللمعلومية ترى في ناس كثير تعتقد أن بطولة الخليج تبع مجلس التعاون، ما له علاقة. ترى مجلس التعاون الخليجي ما له علاقة بهذه البطولة،
لا يشرف عليها ولا، لأن العراق فيها، العراق مش دخلوا مجلس التعاون. يعني أنا أسمع أمس البارح مذيع كبير قاعد يتكلم عن مجلس التعاون، وإحنا يا مجلس التعاون وإحنا يا دول مجلس التعاون ولازم نكون يد واحدة وما أدري إيش، إيش دخل هذا بالكورة؟ أنتم ما صرتوا يد واحدة في أشياء أهم، تصيرون يد واحدة في الكورة؟ ففي أشياء كثيرة ومش عارف، لكن أنا أركز على موضوع الدوري السعودي وأركز أهم شيء عندي. إحنا ما إحنا قاعدين نطرح نكت علشان تجي تقولوا أنتوا تشتهرون لما تشتهرون، إحنا نطرح رأي يجب أن يناقش ويجب أن يسمع له. نحترم وجهة نظر أستاذ محمد ورأيه صحيح، لكن في الطرف الآخر لنا رأي آخر مختلف قد يكون، نحن مؤيدين كأس الخليج. ثاني حاجة بنذكر، أول تكلمت عن ماجد عبد الله للصورة، عرفنا ماجد عبد الله من خلال قبل ما نعرف من كأس آسيا، عرفنا من بطولة كأس الخليج، بمعنى بطولة كأس الخليج والضغط الإعلامي والقوة اللي فيها والمتابعة هي اللي تولد لك بداية النجم في كرة القدم. لما نتكلم هو حديثه علمي جيد وجميل جدا، لكن دول الخليج بالنسبة للبطولات الخارجية لو مثلا السعودية أو العراق أو الكويت أكثر كان مشاركات في البطولة الآسيوية أو تأهل كأس العالم، الباقي ما بيتأهلوا. لذلك هذا البطولة بالزخم هذا الهائل وقوتها وبدايتها، يعني 44 سنة صار لها اسم قوي، كل النجوم اللي عرفناهم قبل بطولة تصفية كأس العالم وكأس آسيا ياخذ ثقته الجرعات الأولية في كرة القدم حتى ثقته أمام الجمهور من كأس الخليج عندما تصبح نجوميته. بالنسبة للدور السعودي كلامه صح، لكنه ممكن في كأس الخليج تطلع لك نجم قد يخدم نادي ويخدم الكرة السعودية عندما يحالف الحظ، لأنه تعرف متابعة كأس الخليج يعني من السعودية من دول الخليج كلها ست، معنا العراق واليمن، أنت كم مشاهدة غير طبيعية. فتخيل هذا اللاعب يعني طلع فولد النجم سيخدم ناديه وسيخدم الكرة السعودية إن كان تصفيات كأس آسيا إن كان تصفيات كأس العالم. أعتقد بطولة بالنسبة لنا خدمت الرياضة بشكل عام، بغض النظر نتكلم عن المنشآت وهذا، خلي هذا جانب ثاني نتكلم من فايدة كلامه بعده وقي كل الأمور يعني صالح، لكن نتمنى تبقى. وش اللي يمنعنا تصير في موعد ثاني؟ وش اللي يمنع المشكلة كأس العالم وهي كأس العالم تقام في الصيف يا أخي؟ المواعيد هي عملية صعبة جدا خاصة في رزمانة صعبة انك تحدد انت موعد الدول مختلفة، حتى كانت الامارات طلبت نتوقيف عملية صارت كذا. لو حطنا تحت النظام مثلا الفيفا بتكون بالنسبة لنا اصعب، يعني ما دحين هم يتحكموا الخليجيين بينهم تفاهم يجلسوا على طاولة واحدة يتفاوضوا اي وقت اللي يريدون. لكن عندما نحطها نحدد على طريقة الفيفا لا يمكن تتحكم بها، ما راح تصير على الفيفا يا احمد. تدري ليش؟ ما يمكن الفيفا يعترف بهالبطولة، لأنه أنت تعرف نظام الفيفا إقليمي. ما يعترف ببطولة تقام على أساس عنصري. ما نريد يعترف بها، نحن مرتاحين بها، لأن أعترف بها بيدينا برزمانتها. لو أنت تبغاها جغرافيا دخل فيها إيران مثلا، لأن إيران مطلة على الخليج، هي تصير جغرافيا بطولة جغرافية، لكن هي الآن بطولة عربية بطولة خليجية. أنا بغانا بس. لا أنا أقول لك إذا تبغى في أوروبا مثلا زمان لما عنده رزمانة، يعني كان دحين صارت كرة القدم رزمانة صعبة جدا، كان حتى هو يقوم مباراة ودية، بس إيش اللي عمله؟ غير من البطولات الودية إلى فيفا دي، يعني تلعب لقاء. نحن لا، ما عندنا، عملنا بطولة وبطولة لها أمر سنة، فنفس النظام بس بيختلف الطرق، يعني مختلفين. يعني بطولة زمان تقام كثير بطولة ودية تجمع، لأن السويد ده عندهم، فعملوا إيش؟ سووا نظام جديد إنه فيفا دي من فترة لفترة. نحن أعتبرها بنفس الشيء، كأس الخليج فيفا دي غير، هذا ولادة نجوم غير طبيعيين في جميع المجالات، نتكلم كان كرة القدم ولا كان إعلام، كان استفاد منها الجميع. يعني مثلا أنت ما استفاد الدور السعودي بعد التوقيف ما يأثر على الدور السعودي، بالعكس ما يعطي لك قوة للدور السعودي. هل لازالت تعطي نجوم؟ تقدم النجوم؟ النجوم ما هي فترة توقف. بعد مارادونا قلنا ما ممكن يجي لاعب، ميسي موجود في الساحة، يعني ميسي بقول لكم رقم، يعني لو قار نجوم ولادة في ما نقدر نحدد زمنها ومكانها، نجوم تولد لك فيه ممكن بكرة يطلع لك نجم. ترى أبو الشهاب شوف، أنا مثلا لا أنكر القيمة اللي كانت لبطولة الخليج، هنا يمكن اختلافنا. حتى أنا لما أسمع الآن الناس اللي تتكلم دائما كان إذن هي بطولة كانت. طيب. طالما انكم كانت لتوجد طالما انكم تستخدمون كان بكثره، طيب خليني إذن هي بطوله كانت. خليني اطلع اشوف ايضا الكاميرا، كاميرا الملف الاحمر. تواجدت مع المشرف العام على المنتخب السعودي دكتور عبد الرزاق بداود، حديث الدكتور عبد الرزاق حول الاخضر والدوره الخليج ثم عود. في
المباراة الماضية أمس منتخبنا قدم شوط أول ممتاز جدا، وكان له السيطرة الميدانية الواضحة، وكان له عدة فرص، تيسير الجاسم وخلافه من اللاعبين كان لهم فرص للتسجيل. الشوط الثاني طبعا المدرب القطري تدخل وأجرى تغييرات أحدثت انقلاب في المستوى الأداء لصالح الفريق القطري. لوبيز تأخر في تغييراته، لو أنه بادر بالتغييرات بشكل أسرع لربما كسبنا المباراة، لأنه لدينا عناصر ممتازة كانت موجودة على البنش، كان عندنا سالم وعندنا نواف وعندنا غيرهم من اللاعبين والبصاص المميزين اللي كان ممكن يصنعوا الفارق. لكن مع الأسف الشديد أنه المباراة يعني تدخلت فيها عناصر جانبية أساءت إلى المباراة، الحكم كان ضعيف وسيء، اللاينز مان الأيمن جهة المنصة هذا كان غايب عن المباراة وناسي الراية في البيت الظاهر، أنه نسي شيء اسمه تسلل. في تدخلات عنيفة من بعض اللاعبين القطريين، وليس كل اللاعبين، لاعبين اثنين تسببوا في إصابة أسامة إصابة فادحة، وأسامة جلسنا إلى الفجر اليوم احنا نتابعه في المستشفى إلى أن تأكدنا من سلامة ظهره. اليوم كان في اجتماعات من بعد صلاة الجمعة، اجتماعات مطولة بيني وبين السيد لوبيز، تحدثنا في كل التفاصيل وذكرت له أننا تأخرنا في التغييرات وكان يجب أن تكون في وقت أبدر بكثير. هو كان يعتقد أنه يعني يريد أن يجعل المنتخب القطري يقدم كل ما عنده ثم يقلب المباراة، لكن توقعاته لم تصح بالشكل المطلوب. كل واحد فينا عنده وجهات نظر والمدرب له وجهات نظر، وإحنا ما شاء الله صرنا 25 مليون مدرب، كلنا مدربين، أنت تقول وأنا أقول والثاني يقول، في النهاية مين صاحب القرار؟ المدرب. إذا نترك الرجل يأخذ عمله ويؤدي ثم نقيمه في الفترة الملائمة ونرى إن يستمر أو لا يستمر، لكن شيل فلان حط فلان، مع الأسف الشديد خليني أقول لك هي بصراحة أكثر، يعني أغلب الكلام داير على إنه ليه ما لعبت فلان عشانه من النادي الفلاني، وليه لعبت فلان وليه حطيت فلان عشانه من النادي العلاني وهكذا. يعني هذه الميول أتعبتنا وأتعبت المنتخب. يا جماعة هذا منتخب الوطن، يا ناس هذا الوطن، الوطن أغلى أغلى وأهم من الأفراد ومن كل أحد. أنا رجل ماني صغير في السن، رجل عاقل ورجل مجرب وأستاذ جامعي، لا أتخذ القرارات بهذا التسرع بهذه الشكلية يعني، ولدي مجلس إدارة اتحاد أعود إليه وأعرض عليه الأمور. الرجل اليوم جلست معاه ساعات طويلة مثل ما ذكرت لك وتحدثنا كثيرا، وإن شاء الله أتوقع المباراة القادمة سيفرح إن شاء الله. هذا حديث الدكتور عبد الرزاق أبو داود المشرف العام على المنتخب حول كثير من الأمور المتعلقة بالأخضر وتفاصيل صغيرة عن الأخضر في دورة الخليج. فاصل ثم أعود فيما تبقى لدي من وقت، أكيد لوبيز والمنتخب ودورة الخليج والكثير من الأوراق. أهلا وسهلا، أسعد بصحبتكم من جديد في الجزء الأخير من البرنامج. أيضا قبل ما أدخل في نقاش الزملاء حول الكثير ما ذكره عبد الرزاق أبو داود ولوبيز والمنتخب ودورة الخليج، الكاميرا البرنامج أخذت أو رصدت وحصلت على تصاريح من بعض رؤساء الوفود الخليجية وكبار رجالات الخليج من خلال الملف الأحمر، استعرض بعض آرائهم ثم أعود من جديد. ما في شك المملكة لديها فريق كبير تلعب على أرضها وجمهورها، هي من تحظى بأفضل الفرص في هذه البطولة، ولكن الكويت كبقية الفرق لن تأتي للبطولة دون طموح الكأس. يعني بعد أن فتحت الأبواب الكويت والعراق
لدول الخليج أن تأخذ البطولة، وبصبح السعودية بأكثر من مرة، قطر أكثر من مرة، الإمارات أكثر من مرة، وعمان. أعتقد اليوم كل فريق يشارك في هذه البطولة جاي للبطولة من أجل الفوز بالبطولة. إن شاء الله الإثارة فيها في مستوياتها، في فنياتها، بحضور قيادين الرياضة، وهذه بحد ذاتها هي إثارتها. وأعتقد البطولة إحنا في أولها، تونا تمضمض، تونا تمضمض، عين من الله خير. هي بطولة الخليج لأبناء الخليج، لا بطولة شيوخ ولا بطولة تصاريح. ويصحب دورة الخليج زخم إعلامي كبير جدا، ومجموعة من الصحفيين ورجال التلفزيون، فيجعل من الدورة حدث مهم جدا. وكان في الماضي دورة الخليج تنقل في الخليج فقط، لكن اليوم دورة الخليج تنقل في دول العالم كلها عبر القنوات الفضائية. فدورة مهمة جدا، ودورة نعتبرها احنا ابناء الخليج حتى اهم من كأس العالم. المرشح الاول هو السعودية. ليش؟ لان فريقها قوي، ثانيا على ارضها وبين جماهيرها ومتعودة على الملعب، فحظها اوفر. احنا دائما نقعد مع بعض نسولف نتكلم عن هموم كرة القدم في الخليج وفي غرب آسيا، وشو هي الأفكار اللي المفروض أن نطرحها لتطوير لعبة كرة القدم. وهناك بين كل فترة وفترة تكون في بعض التصريحات لإثراء البطولة يعني تقديم شيء كذلك لوسائل الإعلام، ولكن كل هذه التصريحات ما هي إلا فقط يعني ملح الطعام اللي يزيد شوية نكهة على البطولة. ولكن في نفوسنا احنا كلنا اخوة، نلتقي مع بعض سواء في المناسبات الرسمية او في المناسبات الخاصة، والتنافس الفعلي هو في ارض الملعب وهو تنافس رياضي. التاريخ دائما ما يسعف صاحبه، لا خلنا ننسى التاريخ شوية وننسى ان مكانة المنتخب السعودي تاريخيا في الخليج. المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة بدأ مشواره في الرجوع إلى مستواه، وعموما اللي أهم من هذا كله الجماهير اللي بتوقف وراء المنتخب السعودي. الجمهور السعودي في تواجده في الملعب تواجد إيجابي وداعم قوي للفرق السعودية سواء كانت أندية أو منتخبات. شكرا للزملاء. إذن هذه بعض آراء كبار الخليجيين في الاتحادات، ويتحدثون عن الإثارة وما إثارة. الشيخ أحمد الفهد يقول تونا نتمضمض، يعني صبروا يعني، لكن بدأت لعبة الترشيحات وما ذلك. أبغى تعليق قبل على لوبيز أبو سليمان وعلى الأخضر وعلى حديث الدكتور قبل ما أدخل في تفاصيل الخليج. والله شوفوا مشعل، أنا طبعا ما أتكلم عن، ليس من عادتي أتكلم عن أنه أخذته اللاعب ولا ما أخذته بصراحة. أنا عندي حاجتين في المنتخب بشكل عام. أولا أنا ضد أن المنتخب يتحول إلى مطار مفتوح، هذا داخل وهذا طالع. يعني هذه مرحلة كانت الكرة السعودية تعيشها قبل الثمانينات. من بعد الثمانين بدينا نستقر، عندنا منتخب له شخصيته، يصير فيه إحلال متدرج، اللاعب اللي ينتهي يجي البديل ويلعب معه فترة معينة. يعني ماجد عبدالله لعب مع سعود جاسم فترة معينة لغاية ما أخذ مكانه، سامي لعب مكان ماجد لغاية ما أخذ مكانه، وهكذا إحلال متدرج. أما كذا تضيع شخصية المنتخب أنه مفتوح طلع. الحاجة الثانية لازم أحد يقول لنا وش اللي قاعد يصير. يعني مهم معقول أنتوا تعاملونا بهالشكل؟ يعني برضو ترى عندنا عقول، يعني إحنا ناس نفهم. يعني ما نتكلم عن نفسي، أتكلم عن الجمهور السعودي كله. يعني بلغنا سن الرشد، ترى اللي تعاملونا فيه قبل 40 سنة ما عادهم موجود الآن. لما تجيب لي حسين عبد الغني وبالصدفة أنه نصراوي، هذه مشكلة طبعا، ممكن تفسر الكلام مع أني أنا تركت الميول كلها على فكرة. لما تجيبه وتختاره وتلعبه مباراة وعشر دقائق ثم تشيله، هنا علامة استفهام، لازم تحل. الكلام اللي قاله لوبيز عن هالموضوع غير مقنع ولا يدخل عقل، انه والله انا
شفت مستواه على الطبيعة. قال كذا هو يقول شفت لما شفت مستواه على الطبيعة حسيت إني ما أنا محتاجه. يعني وين شفته أنت؟ ما شفته في الملعب؟ يعني أبو مشعل الناس ذولا وللأسف عبد الرزاق بدود واحد منهم الآن صار واحد منهم قاعدين يقولون لنا كلام يعتقدون أننا ما أدريش يعني قاعدين. يعني مثلا الأمير عبد الله مساعد أمس يتكلم عن أنه لوبيز ما يعرف تاريخ الكرة السعودية يطلع لي اليوم عبد الرزاق بدود بتصريح يقول أنه هذا في تحفيز للاعب السعودي. أنا أبغى أفهم شلون مش علاقة تاريخ الكرة السعودية بتحفيز اللاعب. فيا جماعة الخير احنا ما نبي منكم شيء على فكرة. يعني انا شخصيا اتكلم عن نفسي ابي لما تسوون شيء تعطوني سبب مقنع له بس. اما لعبة انا ليش هذا جبتوه هذا اخترتوه هذا ما اخترتوه انا ضدها بس بشيء واحد ان هذه حولت المنتخب السعودي الى مطار مغادر قدوم ومغادرة هذا ما يصح في الخليج كله عموما صار هذا الشيء وان كان في ما يسمى بالتجديد اللي قاعد يصير في المنتخبات الاخرى. يعني المنتخب العماني الان قاعد في حاله ما يصلح التجديد ما يصلح التجديد التجديد مو بصحيح الاحلال المتدرج هو الصح وهذا اللي كان في دورات الخليج كلها على فكره. تجي دوره خليج عفوا اخذت الكلام من ابو شهاب تجي دوره الخليج ما تلقى منصور مفتاح تلقى طلع مكانه ما تلقى ماجد عبد الله تلقى طلع مكانه هذا اسمه احلال متدرج. اما انك تشيل منتخب بكامل ضابط ويجي بعدها لا المشكله في بطوله كاس الخليج اللي كانت في البحرين حضرت لقاء بين السعوديه والكويت وكنت جالس مع الاعلاميين بعدين كان موجود لوبيز فسالت احد الاعلاميين السعوديين مين هذا قال هذا خبير الكره السعوديه فمعناها كان خبير لذلك ما لا يمكن ان الخبير يكون عنده تخبط في التشكيله هذا الداخل. كم اختيارات تابعت كثير مباريات وديه المنتخب السعودي ما في استقرار يعني معناها في تدخلات هنا لما مدرب يغير شوف كل مدرب تقيبه لابد بيختار تشكيل معناها في حد بيتدخل لا يمكن تغير كذا التغيير هذا كله يعني ما وصلت قناعة. ثاني حاجة في التشكيلة يعني كوبي صورة واحدة مثلا عندك نعطي في المحور وأهم لعب والعمق سعود عبد الملك الخيبر نسخة أي مدرب اختار واحد منهم لأنه نفس اللعب وعندك في العمق نفس الشيء عمر ووسام نفس اللعب فلابد انك تختار واحد من هذول وتحدد. العملية ما فيها مشكلة من الكرة السعودية الاختيارات. انا ارى انه يجيبوا مدرب متمكن ما حد يقدر يتدخل فيه ويعطوا فترة ويعطوا الاصلاحيات لترجع الكرة. دحين الكرة السعودية مش لاعبين بس حتى ثقتهم في انفسهم كفريق متمكن ما عندهم الثقة اللي في البطولات. يعني شوف لما تاهل المنتخب السعودي لتصفية المجموعة الآسيوية صار وين انت طموحك اللي زمان طموحك ان تحقق بطوله انت مفخرين بتاهلون نهايه. يعني فيه اهتزاز في الثقه في الكره السعوديه يحتاج له مدرب متمكن صراحه وتعطي الفرصه وما حد يدخل فيه واعطي سنوات خلاص. يعني هذا مدرب. انا عجبني حديثك عن اهتزاز الثقه. في اهتزاز ثقه في الشارع الرياضي كله في المتابع السعودي صحيح حتى في الاعلام. شوف تكون ثقه الكره السعوديه عشان تتكون تحدثت فيها سابقا انه عشان تبني حاجه العمران تحتاج لك سنه سنتين. شوف كيف تبنى الثقة عشان تهز هذا الثقة تحتاج ثواني ممكن تفصل هذا العمارة في ثواني. اللي حاصل في الكرة السعودية حتى إن كان أندية وإن كان منتخب عدم الثقة. أنا التقيت بكثير سعوديين كان إعلاميين لاعبين ما صارت عندهم ثقة. زمان اللي عندما تتحدث سعودي كل فريق زمان يجي السعودية خاف. يعني أقول لك أنا اللي أغلب بهدف هدفين اليوم كنا جايين هنا منتخبات خليجية جايين نفوز على السعودية في أرضهم أمام 60,000 70,000. كيف تولد كرة القدم تعتمد على سلاح واحد سلاح نفسي مثل مورينيو دحين اللي من افضل المدربين العالم ايش غير تكتيكه نفسي دكتور فيها. لذلك اللاعب يحتاج واللي عاصر كره القدم يعرف ان النفسيه رقم واحد في كره القدم. افتقدت من الكره السعوديه غير المشاكل تعصبات الانديه والاعلام وما ادري ايش هذا كلها. لكن عموما عشان تولد هذا لازم تجيب لك مدرب متمكن ويرضوا بالاطراف يحطها. طيب لا اختيار نادي ولا نادي. ابو شهاب عطني عن الخليج قبل ما اسمع من السمان. اي الخليج بالضبط الدوره الان الدورة شاهدنا الفرق كلها ما في فريق ممكن اللي تقول اللي من أول مباراة يعطيك أنه سمات البطل فيه متقاربين كثير. ممكن قطر ظهرت مستوى جيد السعودية لم تظهر باقي الفرق متقاربة. يعني ما في فرق مثل لو نشاهده من البداية ممكن مباراة ثانية يبين بس فرق كلها متقاربة. العراق عندك عمان الإمارات
الكويت ظهرت، السعودية الوحيد اللي استغربنا فيه نحن ليش رشحنا أكثر سلاح الأرض يا أخي، 60,000 ممكن يكلون دو بس ما ممكن 60,000 بنفس هذا التشكيلة، فرق قوية الخليجية ما أصبحت كذا يعني التشكيلة ما تساعد لعب السعودي حتى لو حطيت إمكانياته تساعد إنه يقار، يعني فرق متمكنة يعني مباراة يعني نقول قطر مع قطر افتتاحية، لكن مباراة القادمة الفرق بتسخن الفرق يعني بطولة، نخلي بطولة آسيا، وأعتقد إنه أنا أحتاج مدرب سعودي مش لنا في المستقبل حتى لو شو الخليجيين الآن على آسيا يعني أكثر مدربين يقولنا قاعد يجرب عشان آسيا يعني ما في تجربة، هذا اللي يقول لك كذا هذا مثلاً كلام مستغل بارد، بطولة بحد ذاتها لعلمك سأل أي لاعب خليك والتقي فيه وشوف نسبة وتناسب، بيقول أقوى بطولة ضغط نفسي أتأثر فيها بطولة كأس الخل أكثر من بطولة كأس آسيا، ضغط غير طبيعي لذلك بطولة قوية يعني. هذا الخيط اللي بلتقطه أنه الناس اللي تربط بين الخليج وآسيا مع احترام الرأي هذا أنا دائما أحترم كل الآراء مو بصحيح، لأنه هتشوف المستوى يعني الأداء اللي تشوفه الآن من الفرق الخليجية لن تراه في آسيا اللي هو التحفظ ومحاولة اللعب على المرتدات، هذا كله موجود تقريبا في معظم الفرق الآن. إذا تبغاني أتكلم عن الفرق طبعا أنا ما شفتها كلها بس بشكل سريع عشان أنا صراحة عجبني المنتخب الكويتي مش لأنه فاز أمس، أنا أعتقد أنه ما يستحق الفوز، لكنه الفريق اللي فعلا يطبق الكرة المرتدة السريعة المهارية، اللاعب الكويتي يمتاز عن أي لاعب آخر بشخصيته، لاعب عنده شخصية في الملعب، ولذلك أنا لا أستبعد أن المنتخب الكويتي مرة اللي بعد العاشر الحادي عشر يمكن يفوز باللقب. لا لا أنا أشوف كويت صح فريق هذا، لكن أعتقد صعبة لأنه ممكن لو قلنا دوري نفسيات طلع مغلوب تعرف ممكن مباراة هي طلع فيها مغلوب مباراة واحدة ممكن هذاك اليوم اللاعبين ما يكون في حالتهم نفسيات أمور ما تقدر تحددها مو الملامح اللي تحط، لكن الكويت مثل ما ذكر إنه ممكن يشيلها فيها في أي وقت لأن البطولة ماركة مسجلة باسم الكويت. زميل أحمد الرواس الإعلامي الخليجي من سلطنة عمان مرة أخرى سعدت بصحبتك، شكرا جزيلا. أتشرف فيك وأتشرف في أستاذ محمد ومشاهدين الكرام. زميلي محمد دويس مرة أخرى شكرا جزيلا. شكرا الله يرضى عليك. شكرا. شكرا لكم أنتم، وصلت لآخر المشوار، أعتذر عن عدم متابعتي للهاشتاج لعمل الوقت، وأيضا عندي خلل فني في الإرسال ما أدري شو القصة، بس أنا أعتذر منكم لأنه طلبوني زملاء كثير أني أخذ الهاشتاج، أنا أعتذر. وصلنا لآخر المشوار، شكرا لكم، ما زلنا في أجواء الخليج ودورة الخليج، اصحوا شوي تراها حلوة، مو لين راحت صارت وعكتها علينا سيئة، هذا هو الخلل. تبي شيء ابدأ من الآن، أنا أتكلم مع الجمهور، ابدأ مع الأخضر وحلاوة، وبالمناسبة الجمهور أحيي كل الجماهير اللي حضرت، وإن كان الجماهير اليمنية كان لها ملح خاص في هذه الدورة، ولكن مباراة البارحة أيضا الكويت والعراق كان في جماهير أكثر من رائعة، جماهير السلطنة وجماهير الإمارات كلهم هم ملح البطولة. اصحى يا عاشق الأخضر قبل ما يفوت الفوت، ثم تعود علينا عاد وش صار وليش وكيف وانت أصلا ما كنت متابع، أحبك ولازم أعطيك الصراحة. ملف الأحمر، شكرا، إلى اللقاء.